الله الرحمن الرحيم. أنا خالد صميم ابن مدينة القنيطرة المزداد بتاريخ 1978. جاي اليوم باغي نحكي واحد الموضوع اللي حساس جدا، هو معاناة ساكنة المدينة القنيطرة من طرف سائقي الأجرة وعدم التزام بعض السائقين بالنصوص القانونية ولا الأخلاقية، ومن بينها الناس السائقين هادو اللي ولاو تتناولوا المخدرات امام الزبائن وتتناولوا الكحول امام الزبائن، وهاد القطاع اللي كان حيوي زعما صراحه اللي ولا في هذا المستوى اللي ما بقاش تليق لا بمدينتنا ولا بالناس اللي سهرانين على القطاع، ما بقاوش قايمين بالدور ديالهم الفعال. والحمد لله تنحمد الله على عامل الاقليم ديال القنيطره ولا السيد الباشا ولا والي سيد الامن الوطني سي عبد الله ام حسون اللي زعما اللي قايم بواحد الدور كبير اللي فرض لواحد الامن للمدينه كامله، اللي نسبه الجريمه اللي انخفضت بواحد الدرجه كبيره بالنسبه لمدينتنا اللي ما تتعدى 85% حتى 90%. وانا اليوم جيت نحكي هذا الموضوع علاش؟ بانني انا ابن المدينه قبل ما نكون سائق، ان هذا القطاع حيوي وهذا القطاع خاص يكونوا فيه الناس اللي خاصهم يكونوا فارضين واحد الوجود ديالهم، ماشي سياسيا، خاصهم يفرضوا الوجود ديالهم باحترام ديال الزبائن. هنا تنشوف هنا بعض السائقين ولاو تيسرقوا الناس، تيديروا 50% بالنهار، ما بقاوش يبغيو يهزوا ثلاثه الناس، الناس اللي مراض ما بقاوش يبغيو يهزوهم. بغيت نعرف علاش. حنا هذه الرساله هذه مني كسائق اولا وابن المدينه، بغينا نعرفوا هاد النقاط. تدعيوا نتوما كمسؤولين اللي سهرانين على القطاع بانكم تتقولوا بان راه القطاع راه غادي في الامان، ولكن راه ما غاديش في الامان، راه غادي في الهاويه هاد القطاع. حنا الناس ديال المدينه قبل ما نكونوا سائقين كان القطاع نقي، كنا تنشوفوا شيافريه اللي مأدبين ومحترمين وزايدين بالقطاع لقدام. الناس ولات تتشكى بزاف، مركز التنقيط داير الخدمة ديالو، ولكن بعض الناس راه ما دايرينش الخدمة ديالهم. وأنا تنشكركم بعدا ملي استضفتونا عندكم في هاد القناة أخبار الفجر المغربية، وأنا بغيت نوصل واحد الرسالة لسيد العامل الإقليم، هو يهبط يشوف القطاع فين وصل، ماشي بالكلام، خاصو يشوف يوصل عندنا يتكلم معنا كسائقين حنا الأولين. ماشي يسمع من عند الناس المسؤولين، الناس المسؤولين راه ما تيبلغوش باش تكونوا اكيدين. وانا اليوم جيت بغيت ندافع على ساكنه المدينه، علاش؟ حيت انا ابن المدينه، تنطلعوا معايا الناس تيشكيو عليا، تيقولوا لي راه تيولاو يسرقونا ولاو يخسروا معنا الهضره ولاو يتحرشوا من بنات الناس ولاو زعما راه لا اله الا الله وصافي. هذا الاشكال اللي كاين طاري دابا حاليا عندنا هو هذوك الناس اللي سهرانين على القطاع هما اللي تيجيبوا هذوك الافراد. دابا ماشي الناس المستغلين لي زاغريمون، هذوك الناس اللي سهرانين هما اللي تيجيبوا هذوك الناس اللي ما عندهمش رخصه الثقه بتاتا. ان دابا تنشوف انا ابن المدينه رئيس قسم الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه اللي هو السي عادل الخطابي قايم بواحد الدور كبير كبير، باغي ينقي القطاع، ولكن حنا خصنا نساعدوه. ولكن هاد الناس اللي تدعيو بانهم راه قايمين بالدور ديالهم راه ما قايمينش. اتحدى اي واحد، هذه اشاره للنقابات ولا لا؟ الجمعيات، النقابات، اي واحد، انني انا مهني وتنحمل الرخصه ديالي وتنحمل البطاقه المهنيه ديالي وتنحمل الدبلوم ديالي ديال القطاع، وانا جيت باش ندافع على الساكنه ماشي على القطاع. ان القطاع اصلا ما بقى فيه ما يدافع، الا ما كانش الارضيه ملائمه للمهني راه ما بقى قطاع. حنا تنتحدوا على الصنف الاول، الصنف الثاني، ان الصنف الاول ما تيخصناش، هذاك عنده قطع الناس ديالو. الصنف الاول هو الصفر، والصنف الثاني هو طاكسي صغيره. حنا تنتحدوا على الطاكسي صغيره، ما هذوك الناس ديالو ما عندهم من الناس اللي سهرانين عليهم بعيد علينا هذاك القطاع. انا تنهضر لك على الصغيره سي عمر، الصغيره اللي ولات غاديه في واحد الحاله لا يرثى لها، من بعض الناس اللي تصور الناس مراض ما بقاوش يقلوب.
الناس اللي ثلاثه الناس ما بغاوش تيبقاو شي يهزوهم. علاش؟ بان الروسيطه ولات غاليه، ولكن ها الروسيطه غاليه، علاش غادي ما تهش هذوك ثلاثه الناس؟ علاش غادي تسرق هذوك الناس تزيد عليهم 50% ولا تزيد عليهم في الثمن؟ كاين اللي بعدا بتاتا ما تخدمش العداد، كاينين بعد السائق ما تخدموش كاع العداد بتاتا. اش من حق الزبون يفرض على الشيفور يدير العداد؟ وراه سي نورمال، علاش داروا ليه العداد؟ هو العداد ضروري، هو ان فوا يحط رجلو الزبون خاصك تخدم ليه العداد. ودابا الناس، دابا الناس اللي سهرانين على القطاع راهم عارفين هاد المسائل، ولكن علاش ما تيبلغوهاش الناس اللي سهرانين على القطاع مثل سيد العامل ولا الباشا ولا سيد والي الامن؟ خاصهم يبلغوهم بهاد الناس هادو، بان الناس راه ولاو معنا ما عندهمش رخصه الثقه. علاش؟ حيت هادو تيجيبو لهم لا روسيط كبيره، ما يمكنش. هي مهنه. اذا اش كيدير الامين معكم؟ والامين هذا شيء قديم من عبر التاريخ، حنا ملي دخلنا للحرفه لقينا الامين، كيفاش داروا ليها ما نعرف. دابا مع العصرانه ووزاره التجهيز والنقل واللوجيستيك ولاو تيفرضوا بان المهنيين ينتميو لمندوبيه النقل والسير. هذا هو الفرق اللي دابا بين القديم والجديد. النداء هذا تنوجهه سيد عامل الاقليم القنيطره وسيد رئيس قسم الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه سي عادل الخطابي باش يحاولوا ينزلوا للميدان ويشوفوا المهني فين حالته وصلت، والمهنه فين وصلت، والمواطن منا شتي تشكى، ان الزبون ولا تيتشكى بزاف، ان الحاله ولات مزريه في القطاع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.